شكرا شكرا. انا تواصلت مع المسؤولين صباح اليوم واكد لي ان هذه الاجراءات سيعاد النظر فيها، ولكن احب اطمنك واطمن المجلس واطمن كل المصريين، في خلال مدة قليلة سيتم تطهير سيناء تماما من كل البؤر الإرهابية، وستعود قوة إضافية للوطن، وسيتم التعامل فيها مثلها مثل أي جزء من الأراضي المصرية. في خلال مدة وجيزة لم تتبقى إلا أمور قليلة جدا، وسيتم التطهير ويعود أهالي سيناء إن شاء الله للحياة الطبيعية كأهل مصر جميعا. شكرا شكرا السيد اللواء ممدوح شاهين، تفضل.